الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. لا لحظة واحدة. ايه ده؟ لحظة واحدة معلش. لحظة واحدة هنفتحها سوا. لحظة ايه؟ لحظة واحدة. اوراق العملية. اتكلم بسرعة، انا مفيش مخي ولا كلمة. انا الحاسب دوهاني مش عارف القضية دي بتاعت ايه. طب اقول لك ايه؟ ايوه. ما توطيش وما تحزقش عشان البدلة. معلش انا مستلفها منك. انا مستلفها منك، انا هاخد دلوقتي اتعاب كويسة واجيب لك بدلتين. خلص بس خلص. يلا يلا. خلي بالك المذكرات انا كاتب عليها محمود علي زينب. ايوه زينب. محمود علي زينب فيها خط بالاحمر بزرق. انت استاذ. يلا بسرعه شوف المذكرات في الفيلم. انت استاذ. ايوه. انت مين انت؟ انا عبدو حرفوش المحامي. عبدو ايه؟ عبدو حرفوش المحامي. ايوه. بتشتغل ايه؟ مكواجي. ابي اصلا ليه؟ بقول له محامي يقول لي بتشتغل ايه؟ ده مش قاضي. امال ايه؟ ده لقمه القاضي باين عليه. يا ابني انت جاي هنا تعمل ايه؟ ايوه يا فندم انا جاي هنا مندوب، المندوب المنتدب عن المتهم. انت المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم؟ ايوه منتدب. نادي على الشهود. لا انا ما ناديش على حد. على في حد تاني بينادي على اختصاص واحد تاني. يا ابني انا بكلمك انت، انت مالك انت؟ ايوه نادي على المتهم. تذكرت دوما على ابو دوما. فندم انت دوما على ابو دوما؟ اه. شهود النيابه؟ في شهود؟ النيابه حرصا منها على وقت المحكمه تكتفي باعتراف المتهم الوارد في تحقيقات النيابه الرسميه والاعتراف سيد الادله. ايه ده؟ ده فاتر البقال. ايه اللي جابها معانا هنا؟ بقال؟ فين يا ابني المذكرات؟ شوف انا كاتب هنا محمود علي زينب. حاضر. خطين خطين. ايوه شوف. ايوه هدور اهو. يا استاذ. ايوه يا استاذ. ايوه انت يا استاذ. انت الدفاع؟ انت الدفاع؟ امال الطيران؟ طيران ايه؟ الراجل عمال يسالني ما هو ما هو مش شايف البيجامه الروب. يا استاذ. ايوه انت اللي هتدافع عن المتهم؟ ايوه هدافع عنه وياك حد يقرب له. يا ابوي حد يقرب له كده اشرحه. والله سامع اشرحه. والله انا جاي ادافع عنه. يعني انت اللي هتدافع؟ ايوه هدافع. وريني هتدافع ازاي. دافع ازاي؟ هدافع. ازاي؟ تلاته قدام واتنين ورا والليبرو. ليبرو ايه يا مهري؟ يا ابني احنا في ماتش كوره. شكل محمد لطيف. وشك حلو يا لطيف. ايوه يا فندم معلش انا مفيش بكره حاجه خالص. يا أيوة. ابني ايوه فندم خش افتح. يا ابني ما هي مفتوحه اهي. ايوه يا فندم الجلسه قد فتحت. الجلسه ايوه الجلسه هي المفتوحه. ايوه فندم شوف المذكره مفيش حاجه خالص. يا استاذ ايوه ابدا. نبدا. اتفضل سيدي. كويس سيدي. سيدي القاضي. سيدي انت سيدي وحبيبي وتجراسي ونبراسي. سيدي القاضي. فيا سيدي. سيدي القاضي. هل هناك سيدي اخر؟ سيدي القاضي. سيدي القاضي. حضرات المستشارين. حضرات المنتشرين. منتشرين ايه؟ منتشرين يا ابني. يا سيدي القاضي. ايوه حضرات ال قول معايا. مش ده ده اللي بيقول معايا. قول معاك ايه؟ سيدي القاضي. القاضي كويس. ده كلام فاضي. ده كلام فاضي. بيتك المذكرة فيها كلام فاضي. انا اللي بقول المذكرة محمود علي زينب. يا خطير. يا ابني. ايوه يا ابني خش في الموضوع. سندخل في الموضوع. ايوه فاضي. البداية عاوز البداية. البداية. ايوه سيدي القاضي. ايوه زهد. زهد. لا يا فندم. زبد. البداية. ايوه حينما نبدأ. أيوة. يا حضرات. أيوة. نبدأ بداية. هذه البداية. أيوة. لا يكون لها إلا أن تكون بداية. كويس. فحينما نبدأ يجب علينا أن نبدأ بداية سليمة. كويس. لأننا لو بدأنا بداية
كويس. فما رايك في هذه البدايه؟ مفيش حاجه من قلت. رايك فيه يا ابني؟ قلت حاجه؟ ذكرت. ايوه ادخل في الموضوع. ايوه يا سيدي. لقد حدد لنا ايوه عالم النفس أيوة. العالم العلامه كويس. الرجل الجهبذ كويس الذي حدد لنا ووضع لنا قانونا يستند على نظريه. ايوه ما هذه النظريه؟ ان هذا العالم العلامه أيوة. قد حدد لنا ملامح المجرم من وجهه ولكن من وجهه. أيوة. لان الوجه ملامحه تحدد الملامح. فالعالم العلامة الذي هو يدعى أيوة. وكلنا نعلم اسمه أيوة. لم لو يبوزه يا ابني. ايوه اسمي ابني اسمه لامبروزو. 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 ايوه عامل زي الجمل لما بيتكرع. اسمه ايه بقى؟ ايوه فندم لامبروزو. ايوه كده. افتكر ان لامبروزو أيوة. حينما حدد لنا ملامح المجرم أيوة. حددها من وجهه. فقال لابد ان يكون وجه المجرم يتكون من انف مفلطحه. الانف مفلطحه. الفم شفتان غليظتان. عينان جاحظتان. هذا ما حدده في وجه المتهم. فأول ما ركز على أنف المجرم أن تكون مفلطحة. إيه؟ القاضي؟ القاضي؟ ده مجرم. القاضي يا جدع. في مراجل يا ابني. اللي قد كده ده. يا ابني طبق النظرية. ما هي متطبقة. يا ابني بتطبقها في ايه؟ لا يا فندم وهناك استثناءات. وهناك استثناءات. الانف مفلطحة. شفتان غليظتان. عينان جاحظ. الله. هنا العينين وهنا المناخير وهنا الانف. في ايه؟ واحنا ممكن ما انت عينيك يا ابني كده غطى عينيك ياخدوك مني. ايه؟ الراجل كاتب النظريه من عينيك انت. سيدي. ايوه. انظر يا سيدي انت والهيئه المنقره الموقره. انظر الى المتهم. هل هذه الانف انف مفلطحه؟ لا مش مفلطحه. انظر وتاكد من الانف انها انف ليست مفلطحه. لا مش مفلطحه. العينان اي هل جاحظتان؟ لا ليست جاحظتان. اي الفم مسمسم وليس مشقم. اذن يا سيدي العينان ليست جاحظه. الفم ليس مشفطر. أيوة. الانف طبيعيه. هل هذا يقتل؟ لا لا ذو الملامح المسمسمه. لا ما يقتلش. الحمد لله يا استاذ. نطلب البراءه يا استاذ. ايوه انت فين المتهم اللي انت بتدافع عنه؟ هذا يا استاذ. ايوه يا استاذ انت جاي تدافع عن المتهم التالت اللي جنبه. انا خدت القضيه ما شفتش المتهم خالص. يا نهار اسود ومنيل ده وش تيجي بالمحكمه؟ ده لامبروزو عامل النظريه من وشك انت بالذات. ايوه يا استاذ. يا سياده القاضي. أيوة. انا اعلم ان هذا هو موكلي. أيوة. ولكني اردت ان اوضح النظريه. أيوة. على هذا حتى يتضح هذا. مش تقول كده يا استاذ. فانظر سيدي القاضي. أيوة. وقارن يا سيدي. أيوة. هل هذه الانف مثل هذه الانف؟ لا انظر
ايه؟ يا استاذ. طب قصة الجيل. يا استاذ. حلو اوش. ايوه. وبعدين. كافي. هل هذا الانف مثل هذا؟ لا. اسمع الدقات الاخيرة. هاي. هذا. 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 ما رايح بالدقة الاولى والدقة الثانية. هذا زي بعض. تعال يا استاذ هنا. لقيت انف في الستة. تعال يا. ايوه. تعال كلمني انا تحت امرك. انت مالك وبيت لا يا فندم، اصل الانوف عند بعضيها. لا يعني سيادتك تقارن بين الثلاثة انوف. طيب اتفضل يا استاذ. وبعدين يا سيدي. هذا ما قاله لمبروزو. صحيح. هو مش هينفعنا لمبروزو. عشان وش الراجل هو. صرف. لمبروزو. بصر. بصر يخطئ ويصيب. ليس بالضروري ان النظرية قطعية، لأنه بشر والبشر يعتمد على التقدير النفسي والوجداني. وللأسف خلاص لمبروزو نازل من بطن أمه. خلاص يعني وفنطنا كلنا. ده مجرم وده مش مجرم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بس سيدي وتجي راسي وانا براسي. نعود مرة اخرى. ايوه. الله. ايه ماله؟ فين؟ الراجل اللي جنبه ده. مش كان ماسك مجلس الشعب. لا. الصوفي. لا مش هو ما شوفش. سيدي. وتجي راسي. ايوه. وانا براسي. ايوه. نعود الى وجه المتهم. هذه الانف. ايوه. ليست طبيعية. ليه؟ المفاجأة هنا ما حدث له أثناء التحقيق. ايه هي؟ لقد عزب. عزب هذه الأنف مضروبة بالجزم. والعينان ليست طبيعية. الفم كان كل ما تحدث اسكت 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 قائد اقفل. فإنه معذب وأرجو من المحكمة تثبت التعذيب ده عند النيابة. سيد القاضي، الكل يعلم من هو القتيل. صحيح. والكل يبحث عن القاتل. صحيح. لا تدعي سيد القاضي عندما تعلم ان القاتل الحقيقي. ايوه. هو الاهمال والتسيب. يسقط الاهمال والتسيب. الاهمال والتسيب. تكلمش تاني. سيد القاضي. بتنجي عليه. بعد الحادثة ثلاث ساعات مرمي ينزف دما. لم تصل اليه سيارة اسعاف واحدة او سيارة نجدة. ولدي معلومات معتدة ان المستشفى اللي نقل اليها بعد ثلاث ساعات هي الاخرى غير مجهزة. الكهرباء كانت مقطوعة. كهرباء. وتصوروا يا سادة مستشفى بلا كهرباء. يعني الدنيا ايه؟ الدنيا ايه؟ الدنيا ايه؟ الدنيا ايه؟ انت ايه؟ وبعدين الدنيا ظلماء. ايوه ظلماء. الدنيا ظلماء. وغرفة العمليات مالها؟ هل النور مقطوع يا ام نواه؟ لا ده مضلمه يا رخ. وللاسف كان فيها ست بتولد. غرفة العمليات. ودخلوا المجد عليه الاوضه. والدكاترة في الضلمة حصل اختلاف. فولدوا المجني عليه وخيطوا بطن الست. هذا الاهمال والتسيب. اهمال. اهمال وتسيب يا استاذ. مين كان المجني عليه واخد 15 سنة. الادعاء. مين? الادعاء. ايه دعاء? دعاء. مين? دعاء. يا وكيل نيابة. وكيل نيابة الادعاء. اصل حلو. حلو ايه? ايه دعاء. ايوه. دعاء. ايوه. المجني عليه واخد 15 طعنه في جميع انحاء جسمه وشايلينه من مكان الحادث وهو بيلفظ انفاس. لا انا ارفض. إيه؟ انه ليس بحشاش. يقول لك كان بيضرب انفاسه. انفاس ايه؟ يلفظ انفاسه. يا ابني يلفظ انفاسه يعني بيطلع في الروح. انا بحسب بيطلع من مناخيره. الدعاء. الادعاء. يريد ان يحرجني. ازاي يعني؟ يقول لك المتهم واخد 15 طعنة. لا هي طعنة واحدة.
لعنة واحدة؟ هي طعنة واحدة يا سيدي القاضي، والمفاجأة آتية. ازاي؟ أخذ طعنة واحدة. أيوه. وعند وصوله إلى المستشفى، أيوة، استقبله الطبيب الجراح. آه. وأخذ يسأله عن مكان الجرح. ولكن البج عليه في حالة غيبوبة. مزبوط. ماذا فعل الطبيب؟ ماذا فعل؟ أخذ بسكين. أيوة. وظل يسأله. ضربوك هنا؟ طب هنا؟ نعم. هنا هو؟ هنا. افتكر هنا كده. 9 طعنات. 9 طعنات حتى وصل إلى الطعنة الحقيقية. ولنفترض أن هذا صحيح. أيوة. مع استحالة حدوثه طبعا. حدوثه؟ نعم. فمن أين أتت باقي الطعنات والتي وردت في تقرير الطبيب الشرعي وكما ذكرها ب15 طعنة؟ سيد القاضي. أيوة. شكرا للإدعاء. سيد القاضي. أيوة. نحن تحدثنا أن المجن عليه أخذ طعنة واحدة ثم 9 طعنات أثناء الاستجواب في الطبيب الجراح. أيوة. فأصبحوا كام؟ 10 طعنات. توليكوا عندنا كام؟ لمين يا ابني؟ لمين؟ هم كام طعنة؟ هم 15. يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل 5. ممكن نقسطهم. لا قصة ايه يا ابني؟ انت رايح بين زيارة؟ قصة ايه؟ اقعد سعيد القاضي. حضرات القضاة. بقول لك ايه؟ ايوه. انا هريحك. ايه؟ انا القاتل. اقعد 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 اقعد. هريحك. ده قضية رجالة مش عيال. الولد ده انا هطلعه بره بعد كده. لا يا فندم معلش. النيابه. حضرات المستشارين، واضح جدا ان الدفاع لا يجد دليلا واحدا ينفي به التهمه عن المتهم. لذلك اسمحوا لي ان اسال المتهم سؤالا واحدا فقط. اسال يا برمجي. سؤالا واحدا. اسال يا استاذ. يا ابو دومه. افندي. انت قتلت المجني عليه؟ اه. ها هو ده يعترف ويقول اه، والاعتراف خير الادله. الدفاع. يا دفاع. الدفاع. ايوه. عندك رد يا استاذ؟ الادعاء يريد ان يحرجني. فسأل موكلي. وما كانت اجابة موكلي الا انه قال اه. اي. من الذي قال ان الاه هنا جاءت بمعنى الاعتراف؟ امال بمعنى ايه يا استاذ؟ المتهم لم يقل الا اه. اي. والآه تعني معاني كثيرة. إزاي؟ في أكثر من موقع. إزاي؟ فوضحها إلى هيئة المحكمة. اتفضل. عندما قال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الله يرحمه يحسن إليه. الله يرحمه. مش هنسمع حاجة من بعده. والله ما نسمع نغب من بعده. ودنا باظ. كلهم عيال صغيرة. كلهم عيال صغيرة وراهم في التلفزيون بنات بيحبوه. بتذكرني. ايه يا استاذ؟ وهي تطلع تجري وراه. وهم اللي بيحبوا كل المطربين. الله يرحمك يا عبد الحليم. دي حداد على روحه. يا ابني احنا في المحكمة هنا. حداد ايه؟ اقعد يا استاذ. هو يا استاذ. ايوه. ايه اللي دخل عبد الحليم حافظ في موضوعنا؟ والله يا عبد الحليم حافظ من كلمات اغانيه ايوه يتضح لدى معاني الاه كده اهو. فعندما قال اه لو تعرف اللي انا فيه والشوق اللي غلبت داريه كان قلبك يسهر لياليه مع قلبي ويقول له اه يا حبيبي بحبك. يا جامس. يا حجه. العين عليك. الآه الأولى. اه. الآه الأولى. ايوه. جاءت للتمني. عيني. يتمنى المحبوب. اي والله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. اتمنى المحبوب. ايوه. ان تعلم محبوبته. ايوه. كم الشوق اللي وصل لقلبه. فتسأل وتقول. ان يسأل هو ويقول. اه لو تعرف لنا. ايوه. والشوق اللي قلوب تدريه. ايوه. كان ايه بقى؟ ايوه. كان قلبك يصل عليه. ايوه.
الاه هنا؟ ايوه. جات ليه؟ ليه؟ التمني. التمني والنية في القلب، النية في القلب. بفتح عليك يا سيدنا. فلما قال اه هنا؟ ايوه. اه لو تعرف ان فيه وشوله لغة ايه؟ ايوه. كان قلبك يصل عليه مع قلبي يقول له ايه؟ قول له اه يا حبيبي بحبك اه. اه. الاه هنا؟ ايوه. جات لي الاعتراف والتأكيد. والنية في القلب. الحمد لله. هناك موضع اخر للاه. قول يا سيدنا. موضع اخر للاه. ايه? حينما? ايه? ياتي البني ادم من ايه? ايه? ويقول اه. ايه? الله هنا جات الامساك. تعالي. يا جهدس. يا سيدي وضحنا احنا الاه في ثلاث معاني ايوه ونقله المحكمه ده تشوف الاه دي من انهي موقع فيه واحنا بنطلب هنا بالطلاق نطلب بالطاعه نطلب بالبلاغ واضح اما انتوا الحكم تعالى انا خمسه شارع طوب